خير لحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور سمير. دكتور سمير، مقال النهاردة حضرتك في أخبار اليوم في غاية الأهمية، بتتكلم عن الزيارتين اللي حصلوا الأسبوع اللي فات واستقبلهم سيادة الرئيس لقيادات أمريكية مهمة. تمام، اسمحينا في البداية نقول يا مدام عزة أن في مصر دايما بتحدث أخبار معينة بتعدي مرور الكرام رغم أنها أخبار مهمة جدا من وجهة النظر الأمن القومي المصري. نعم، وأنا كتبت الكلام ده كمقدمة في مقالي النهاردة في أخبار اليوم، واستشهدت بأول خبر عدى ولا حد حس بيه في مصر، وهو كان معدة شهور لما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي زار جيبوتي، دولة جيبوتي. نعم، وكانت أول زيارة لرئيس مصري في تاريخ جيبوتي. ولو حطينا الخريطة بس الأول برضو عشان نفهم الناس السادة المشاهدين الموقف شكله إيه، هنلاقي ان دولة جيبوتي دي موجودة في مكان بنسميه بالعسكرية بتاعتنا جيو استراتيجي، انها موجودة على مدخل البحر الاحمر، على باب المندب، مسيطرة على البحر الاحمر باب المندب، وعلى المحيط وعلى البحر العربي والمحيط الهندي. وعشان كده هي قدامنا جيبوتي باللون الاصفر، شايفين مكانها فين؟ على باب المندب، على البحر الاحمر، على خليج عدن و المحيط الهندي. نعم، عشان نثبت كلامنا بقى يا مدام عزة، الدولة دي الوحيدة في العالم اللي فيها أربع قواعد عسكرية من أربع دول. ياه، أمريكا لها قاعدة. أيوة، فرنسا، الصين، اليابان. فده يقول لنا الوحيد اللي فيه هذا العدد، الوحيدة في العالم اللي فيها أربع قواعد من أربع دول. إذن الدولة دي مهمة جدا طبعا، إذن كان لازم يبقى في اتصال بيننا وبينها. فعشان كان زيارة سيادة الرئيس كانت هايلة جدا ومهمة. نعم. الحاجة التانية بقى نبص في ظهر الدولة دي مين؟ اثيوبيا. اثيوبيا دولة بنسميها لا شاطئية، يعني ملهاش اي اماكن على البحر، لا تقدر تستورد ولا يعني تصدر، فلازم يكون لها مكان. لو راحت ناحية الصومال، الصومال العربية ماشية لوحدها بتتاخد كمواني يعني. بالظبط، كمواني طبعا. نعم، اريتريا بينهم وبين بعض 20 سنه حرب ولسه متصالحين قريب. فكان المدخل الوحيد لاثيوبيا من خلال ايه؟ جيبوتي. ولها خط سكه حديد واصل من اثيوبيا لجيبوتي. أيوة، فشوف الاهميه بتاعت الدوله دي قد ايه. صحيح، بالنسبه لمصر. فعشان كده كانت زياره سياده الرئيس مهمه جدا لهذه الدوله. فعشان كده عدى هذا الموضوع ومحدش حلله ولا فكر فيه، رغم ان انا بقول لحضرتك ان دي كانت من اهم الزيارات للسيادة الرئيس. أيوة، الاسبوع اللي فات بقى حصل زيارتين. الزيارة الاولى جانا اللي هو ده طبعا ادي الزيارة لسيادة الرئيس لما راح جيبوتي وكان بيقابل رئيس دولة جيبوتي. الزيارة التانية بقى اللي كان تمت الاسبوع اللي فات، وهو زيارة قائد القيادة المركزية الامريكية وقابل سيادة الرئيس. نعم، القيادة المركزية الأمريكية دي أهم قيادة موجودة في العالم. أمريكا لها قوات في أوروبا. نعم، فليها اليورو كوماند، القوات اللي هي الأوروبية، في القوات الأمريكية في أوروبا. نعم، لهم في أمريكا الجنوبية. لكن أكبر قيادة موجودة فيها قوات فين؟ اللي هي السنترال كوماند أو سينكوم اللي احنا في المنطقة بتاع الشرق الأوسط. تبدأ من المغرب لحد باكستان. الراجل ده بيقود كل القوات اللي موجودة، القواعد اللي هي موجودة 17 قاعدة الامريكا. أيوة، الاسطول السادس والاسطول الخامس، كل القوات دي تحت قيادته. فالراجل ده يهمنا، ويهمنا انه يتكلم معانا ونتكلم معاه وندرس الاوضاع المتقلبة في الشرق الاوسط. نعم، والوضع الخاص في ليبيا. نعم، والسودان، والوضع الخاص في العراق، كل الكلام ده مهم. طب عشان نعرف أهمية الراجل ده النهاردة، انت عارف يا فندم مين النهاردة اللي وزير الدفاع الامريكي في حكومة امريكا؟ ايوه، لويد اوستن، اللي هو كان قبل ده، اللي هو كان ماسك هذه القيادة المركزية. عشان كده الراجل ده مهمته ومكانته العسكرية كبيرة، وبعد ما يخلص هيروح مكان كبير في البنتاجون، ودي احنا شفنا اللي قبل اللي قبليه مسك وزير الدفاع. بعد ما يخلص مهمته دي او وظيفته دي، وظيفته اللي هي قيادة القوات المركزية الامريكية في الشرق الاوسط. أيوة، اكبر قيادة فيها قوات. فعشان كده احنا كنا سعداء جدا بوجوده، ونسيادة الرئيس استقبله،
حصل بقى شوية وبعدين قابل وزير الدفاع بعد كده. نعم. حصل بقى شوية تبادل آراء في المنطقة وخلافه وطبعا كان يهمنا دايما انه بيجي مرتين في السنة في خلال الفترة اللي بيقعد فيها. نعم. الزيارة التانية بقى مدام عزة كانت زيارة جاك سوليفان. ايوه. جاك سوليفان ده اللي هو مستشار الرئيس الامريكي للامن القومي. الوظيفة دي مهمة جدا في البيت الابيض وفي مطبخ البيت الابيض دلوقتي. نعم. ليه؟ لان اول واحد كان عمل هذه الوظيفة وده اميه هنري كيسنجر من ايام ريتشارد نيكسون. صحيح. هو اللي حل مشكلة فيتنام وخلام. الراجل ده هو اللي بيوصل المعلومة وخلاصة نقول ايه المعلومات اللي بتتم في المطبخ السياسة الامريكية للرئيس الامريكي. نعم. وذلك وجود المرة دي على فكرة ودي تاني مرة يزور مصر. أيه. المرة دي وقبل ما يزورنا راح السعودية والامارات ومصر لان النهاردة لو بصينا للمنطقة هنلاقي المثلث ده مصر السعودية الامارات. هو المثلث اللي بترتكز عليه الاحداث في المنطقة. نعم. فالراجل ده بعد ما زار دول جانا مصر وناقش سيادة الرئيس في مهام كتيرة جدا. سيادة الرئيس على عليه الوضع في ليبيا ولازم يستقر. الوضع في السودان، الوضع في سد النهضة ولازم. نعم. امريكا تتدخل ويكون لها دخل لان قبل كده عملنا عندها مفاوضات قعدت 4 أشهر كنا وصلنا لقرار. صحيح. ثم المشكلة الفلسطينية، مشكلة الفلسطينية دي مهمة جدا. ليه؟ لان جو بايدن دلوقتي بيتبنى الفكر اللي احنا كنا عاوزينه وهو حل المشكلة من خلال دولتين. ايوه. دولة فلسطينية بتتمركز في القدس ودولة اسرائيلية طبعا موجودة زي ما هي. بعكس ترامب، ترامب كان عايز دولة واحدة في بتاعت القرن والكلام ده كله. فدي فرصتنا دلوقتي ان نحل هذه المشكلة والراجل ده موجود اللي هو جو بايدن. اخر حاجة الارهاب. فعشان كده كل النقاط دي كانت مهمة. مهمة في هذا التوقيت يا دكتور سامي. الله ينور عليك. الله ينور عليك. في توقيت العالم كله في التراب. أيوة. وبعدين هو اتكلم بقى على من وجهة نظرهم بقى لما احنا شفنا التعليقات بتاعت وزارة الدفاع وزارة الخارجية الامريكية او البيت الابيض. قالت انه اتكلم على الاستراتيجية المصرية الامريكية تبادل هذا الكلام. وقال ان هو هيدعم مصر بالنسبة لاحتياجاتها بالنسبة للامن والغذاء والوقود نتيجة الاحداث اللي تمت في اوكرانيا. فأعتقد كانت زيارة مهمة جدا. نعم. احنا نعم. محتاجينها في هذا. نعم. التوقيت. ولكن هي عدت بسرعة على المشاهد المصري. ولكن انا بعتقد انها كانت لان هذا الرجل رجل مهم وشغل. نعم. هو يعني نقول شغل في المطبخ بتاع السياسة الامريكية. صحيح. الخارجية. فكان يهمنا انه يكون فاهم اراء مصر فكر مصر في هذا الموضوع وبالتالي يبقى لنا وضع كويس لما الرئيس الامريكي يتخذ اي قرار في هذا المجال. وبالتالي كانت ردود الافعال الامريكية عن الزيارة ايجابية وجيدة دكتور سمير. بالضبط يا فندم بالضبط. والبيت الابيض اثنى بهذه الزيارة وقال انها كانت زيارة مهمة جدا. وزي ما قلت مصر هي المحور الرئيسي في المنطقة وبالذات بعد احداث حرب غزة الرابعة. جو بايدن النهاردة قال ان مصر هي الاساس وهي المحور الرئيسي وهي العمود اللي بيحرك المنطقة واقفة عليه. فكان مهم جدا هذه الزيارة واعتقد ان هيكون لها اثار كويسة في الفترة القادمة خاصة ان هو اللي قال ان هو هيشوف احتياجات مصر الامنية والغذاء والوقود نتيجة احداث الحرب الروسية الاوكرانية. وطبعا الموقف بيتصاعد ما بين حول ما يحدث في فلسطين يعني اقصد انه طبعا طبعا. وزي ما قلت لك واحنا فرصتنا ان الرئيس الحالي بيتبنى مشكله حل المشكله الفلسطينيه من خلال الدولتين. وسياده الرئيس اكد عليه قال له عايزين نصل الى حل بسرعه عشان نخلص لان الحل ده احنا موافقين عليه. وتتوقع في خطوات على الارض ممكن تحدث او تحريك للملف؟ نحرك تتوقع الملف. ده يا فندم؟ بالضبط ان. نعم. احنا نحرك الملف. وهو يعني هو طبعا جاك سوليفان وعد سيادة الرئيس انه ان شاء الله الفترة اللي جاية هتشهل تحريك لمشكلة القضية الفلسطينية في اطار حل الدولتين بإذن الله. نعم بإذن الله. طيب فرصة بس حضرتك معانا يا دكتور سمير بعد إذنك. طبعا خالص التعازي للإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والتهنئة للشيخ محمد بن زايد.
تقول ايه حضرتك عن يعني اكيد في علاقة في لقاء في العلاقة كانت مع الشيخ خليفة الحقيقة ما بين مصر الشيخ خليفة طبعا احنا بنكن له كل تقدير الف رحمة عليه وانا عايز اقول حاجة انه ابن من ابناء الشيخ زايد حكيم العرب اللي كان يعشق مصر اكتر من اي حاجة تانية الشيخ خليفة ابن زايد اشترك معنا في حرب 73 وارتدى الملابس العسكرية وجي حارب معنا في منطقة القناة فعشان كده احنا بنكن له بكل احترام الراجل ده ادار الامارات في الفترة اللي فاتت ادارة رائعة بعد رحيل الشيخ زايد الامارات انطلقت في عهده انطلاقة كبيرة جدا وحقق نمو كبير جدا بيتولى بعده بقى محمد ابن زايد الحاجة الجميلة اللي يعني أبهرت العالم كله ان الانتقال تم في يسر وسلاسة ويقولك قديني دي دولة محترمة وان دي دولة عظيمة في دول جنبنا هنا النهاردة في شهر 10 اللي فات عملت انتخابات ومش عارفة تعين رئيس جمهورية للأسف. في دول تانية قعدت سنة من غير رئيس وزراء فحقيقة الامارات ادت مثال رائع النهاردة لما تم من تبادل السلطة صحيح. وإنها دولة محترمة بشكل متحضر جدا تقاليد الحاجة التانية برضو يا مدام عزة ان محمد بن راشد انا عايز اقول لك بقى حاجة يمكن مش ما تريدش في كل وسائل الاخبار ان هم كتبوا في السي في انه واخد كلية سانت هيرس اللي هي كلية الحربية من انجلترا الحاجة بقى اللي محدش قالها ان هو خريج كلية القادة والاركان المصرية في مصر 75 76 وده خبر خاص بيك انت بقى مين يا فندم تمام مين يا فندم اللي خريج هو فندم الشيخ محمد بن راشد الشيخ خريج كلية اركان الحرب المصرية واحنا انا عارفه بيحب مصر قد ايه وان شاء الله بنتمنى له كل توفيق الفترة القادمة باذن الله ان شاء الله ان شاء الله بشكرك يا دكتور سمير بشكرك دايما كده تدينا سبب